يعني بقى لكم بعد الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي القران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوم ما انذر اباؤهم وهم غافلون لقد حق القول اكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا غير الأذقان وهم مقنعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع ذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مطر نصاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن بكفارهم فحصل مرادنا بكراماتهم اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم طول حياتنا وبارك في رزقنا وحسن معيشتنا واشف أمراضنا شفاء كاملا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم سلم ديننا وسلم دنيانا وسلمنا من آفات الدنيا وفتنتها